نحن نواجه سلطة غير شرعية وفاشلة ووقحة. هيدي مواجهة سياسية ما نستحي من بعض. أصرينا كحركة مواطنون ومواطنات إنه بدل ما أول إيار يكون كالعادة خطابات من ناس مأجورين قاعدين على اتحاد العمال العام باليونسكو إنه يكون بطرابلس، لأنه طرابلس هي المكان الذي تتظاهر فيه بأجلى وأبشع صورها آليات الاستغلال لكرامة الإنسان كمنتج وكعامل وكمواطن. طرابلس مدينة قديمة متجذرة في محيطها وفق ما كان الوضع قبل دخول السيطرة الرأسمالية. طرابلس أقل مدينة تأذت بالحرب الأهلية، أقل مدينة صار فيها دمار بالحرب الأهلية، إنما طرابلس هي أكثر مدينة تأثرت بمفاعيل الحرب الأهلية. في الواحد يرسم بكل وضوح جدار فاصل طبقي بقلب طرابلس بين الغرب والجنوب والشرق وشمال طرابلس، ما بيدعسوا هيدول عند هيدوليك ولا هيدول عند هون. هذا التمزيق ما هو صدفة، هو قائم على آلية أساسية للسلطة يلي هي الفصل، الفصل عن الخارج، الفصل عن المحيط، والفصل بالداخل. وما بدنا ننسى انه طرابلس اصبحت المدينه اللي فيها اعلى نسبه فقر وبنفس الوقت اعلى نسبه اصحاب مليارات. المساله يلي عم بتعانوا منها هي انه هذا الاقتصاد يلي قائم في البلد، يلي قائم على تصدير الشباب واستيراد رؤوس الاموال، هذا ليس بحاجه الى شعب. هيدا الموضوع ما بينحل بالبلديه بطرابلس، هيدا بينحل بتصويت ببلدية بحجة بلدية طرابلس لكسر هذا النمط بكله سوا بلبنان وبالمنطقة. هاي الدولة ما فيها تكون دولة طائفية، ما فيها تكون في قلاع لهون ولهونيك، ما فيها تكون، هاي بدها تكون دولة علمانية قوية عادلة وديمقراطية بيتحاسب، مش دولة بنحكي فيها عن خصوصيات. وبهالمجال الرافع الأساسية والأكثر تعرضاً لبشاعة هذه السلطة الفاشلة وبالتالي الساحة الأساسية لكسر هذا النمط هي طرابلس، وبتأمل نقدر نتلاقى ونعمل